الإنسان سعيد في الحياة ديالو. الحمد لله، اي واحد انسان تيكون ماشي مع المسيره ديالو، الحياه اللي باغي يدير هو يتبع الحياه ديالو، تيكون سعيد في الحياه ديالو. ضروري تيكون مشاكل في الحياه، ولكن اللي باغي يخلق السعاده بالنسبه للانسان تيخلقها لراسو، تيحاول يعيش كما باغي هو باش يدير السعاده مع العائله ديالو اللي تكون معاه باش يعيشوا مزيان. اما ما كانش دار المسائل الخطوات اللي باغي يتبع هو، ما عمر يكون شي واحد سعيد في حياته. الصراحه ما فرحاش، السبب هو ضعف الايمان وبزاف صعيب، واحد كيبعد على ربي هو السبب اللي كيخلي بنادم ماشي سعيد. كان القرب ديال الله هو اللي كيخلي الانسان. نتمنى تقوى الله وهذا الشيء اللي الله يثبتنا على فعل الخير. هادشي اللي صراحه ما فرحانش، يعني ناقص بزاف د الحوايج بالنسبه للخدمه قليله، بالنسبه للدراري يعني كيف تمشي على خدمه ما كايناش، كتمشي الشركه كتدفع لها هدايا ما كايناش، كتبقى تسنى بزاف يعني في هذا الوقت هذا بزاف الحوايج ناقصانا. سعيد الحمد لله، كندير داكشي اللي عليا، القرايه ديالي كنقرا كنقلب على خدمه، المهم غاديين مع الحياه كنتقاتلوا. واخا كيقول لك البلاد ما فيها ما يدار وهادي دوك الافكار اللي كتعاشر بحال دوك بنادم شي متشائم وداكشي كاثر فيك بواحد الطريقه سلبيه، خصك تقاتلوا دير شي حاجه حيت ماشي ديما غتلقى كلشي مقاد، فهمتي؟ لا دوما تقاتل باش داك فاش كتوصل لذاك البلاصه ولا داكشي اللي باغيك تكون عندها واحد الحلاوه وكيكون عندها واحد الطعم، فهمتي؟ شويه وصافي، ماشي شي حاجه تقول الانسان راه سعيد وهذه في الحياه هذه، الا ما سعيد ما سعيد. الحمد لله الحياه ديالنا كتعتمد على بزاف الحاجات، هي اولا اذا كان الايمان ديالك قوي بالله فانك غتكون سعيد في الحياه ديالك، زيد استعانه في الصلاه ويعني كل ما يخص الدين اولا، يعني هذا الجانب هذا كيفيدك نفسيا. من جهه اخرى تا نقول ماديا عاوتاني، اذا كان الانسان مستقر عمليا فهذا كيساعده اصلا باش يكون مستقر وسعيد في حياته ديالو. خارجي ولا داخلي؟ داخلي مزيان، وخارجي متعب بزاف، ما كاينش السعاده ما كاينش الراحه. اللي كتقصد بها العائله؟ العائله وكل فرح، كلشي مزيان كلشي بخير. ايوا كلشي مع العائله مزيان. وخارجا على برا؟ خارجا على برا فيها شطربه بزاف، مشاكل بزاف بزاف، صعيبه صعيبه اختصاصي بالخدمه ديالي اللي هنا في الباركين، صعيبه بزاف الحقيقه. بالنسبه للسعاده شويه ما بينه وبين، على حسب، ما كتكون سعيد ما كتكون سعيد، على حسب الظروف وصافي. مثلا اللي كتخليك تجعل السعاده كتكون مع شي انسان عزيز عليك، كيخلق لك السعاده مثلا بحال الاصدقاء، بحال الصديقه ديالك، بحال العائله، وبعض المرات الظروف العمل بزاف الحوايج في الدراسه، فهمتي؟ كتكون كتقرا يعني ما كتوفقش، فهمتي؟ بطبيعه الحال حتى شي واحد خصو يكون فرحان يعمل المستقبل ديالو باش يكون فرحان، بالنسبه يتزوج حتى هو يعملوا الاسره ديالو، بزاف د الحوايج، ولكن باش توفر هادشي هذا ما كاينش كيفاش توفره، يعني صعيب. بالنسبه اول حاجه الخدمه ما كافيش، يعني واخا تخدم واحد الخدمه يعني قليله ما ديك الصالير هذاك ما كافيش يعني باش توفر الاسره ديالك ولا تكون واحد عائله ولا شي حاجه، يعني قليله بزاف.